شبوة، همجية الحوث وغدر الإخوان. شهر يكاد يكتمل على تسليم الإخوان مدريات بيحان الثلاث لنظيرتهم في الإرهاب ميليشيا الحوثي، ولا جديد في رزنامة الأخبار سوى صمت الخذلان وفضائح الخيانة. استلم الحوثيون بيحان وبشروا بإسقاط نمط حياتهم الطائفية على أهالي المدريات المحتلة، فاستبدلوا أئمة المساجد بموالين لهم ومعلمي المدارس من أتباعهم، وأجبروا الطلاب على ترديد صرختهم غصبا. بالمقابل يصر الإخوان على تقديم أنفسهم كجماعة أدمنت الخيانة، ملتزمين الصمت المذل والخنوع العاجز عن مدارات الفضيحة إلا بصورة لمحافظهم على طقم عسكري قبل أن يعود أدراجه، وكأنهم يقولون هذا أقصى ما يمكننا فعله. لم يكتف الإخوان بتسليم بيحان وأخواتها للحوثيين بردا وسلاما، بل انضمت قواتهم إلى صف الغازي متعهدين بالدفاع عن مشروعه الطائفي وتعزيز قدراته باتجاه التهام المزيد من مدريات المحافظة الواقعة بين مطرقة الإخوان وسندان الحوثي. محمد هشله أحمد، قائد الكتيبة 26 في محور بيحان، كان وكتيبته آخر المنضمين للميليشيات، ما أكد ثبوت رؤية الخيانة الإخوانية وتفريطها بتضحيات نحو 3000 شهيد قضوا في سبيل طرد الميليشيات الحوثية من محافظتهم. في معمعة هذا الخذلان تعالت المطالبات بعودة قوات النخبة الشبوانية لتأمين المحافظة التي أثبت الإخوان أنهم لا يقدمون لأهلها سوى القتل والإرهاب والخيانة. مواطنون وجهوا نداءات عاجلة لقيادة التحالف العربي وللمجلس الانتقالي الجنوبي بإسنادهم بقوات صادقة في مواجهة الميليشيات الحوثية الإخوانية، بعد أن برز بوضوح التخادم بين الجماعتين الإرهابيتين في بيحان المطعونة بغدر الإخوان وهمجية الميليشيات الحوثية. صقور الجنوب.